صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، يقول هل المراد بهذا الحديث النقصان الحسي أم البركة؟ نعم، المال لا ينقص، إن نقص حسا فإنه يزيد معنا، وأيضا ينمو المال ويتعوض النقص الذي فيه، ينمو، ينزل الله فيه البركة وينمو. نعم.